السباقي الاستعداد اندفاع موفقة لهذه الأسماء من جهة أفراسي، ثلاث سنوات الباحث عن الانتصار الأول على مسافة الميل، مسافة 1600 متر. هنا ظهور ليشتهر يبدأ في المسار الخارجي للتقدم، وكذلك سنام العارض للذهاب، وكذلك بارعة العوجة التي تذهب للسياج الآن الداخلي في الصدارة في المركز الأول، وسنام العارض في المركز الثاني، واشتهر أيضا يظهر كذلك، ومحاولات بقية هذه الأسماء لتحسين مواقعها فيما الصدارة، كما نتابع لبارعة العوجة في هذه الانطلاقة من السياج، وكذلك سنام العرض في المركز الثاني، ونباش واشتهر وكذلك قدرك عالي، ومحاولات قدوم بقية الأسماء المتنافسة في هذه المواجهة مشاهدين الكرام، أيضا محاولات من بقية الأسماء في التنافس مع بارعة العوجة في هذه الانطلاقة بطول كامل وربع طول. هنا سلام العارض اشتار المركز الثالث محاولا القدوم، وكذلك محاولات شايمن ايضا للقدوم، وكذلك محاولات من قبل الاستجداد في المرتبة الخامسة. هنا صراع ما بين بارعة العوجة وكذلك سلام العارض في تنافس بنصف طول. هنا اشتهر استحثاث للتقدم مع نواف المضياني، استجداد ايضا يجدد مع ريكاردو فيريرا للقدوم، اشتهر يتقدم المرشح للصدارة والمركز الأول، اشتهر يتقدم مشاهدينا الكرام. الخوف من مبهم الذي يبدأ الظهور في السياج الداخلي مطاردا لاشتهر صاحب الصدارة حتى الآن، اشتهر يواصل ومبهم يبدأ مشاهدينا الصراع يشتد، الصراع اشتهر إذا مشاهدينا الكرام يصل إلى خط النهاية كاسم مرشح بماشو ماشو. ألف المبروك لأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز المدرب حسين الشويب وللخيال نواف المضياني، اشتهر يقدم نفسه بشكل رائع وجميل وينتزع أولى انتصاراته بعد المشاركة الرسمية الرابعة.